السلام عليكم، اهلا وسهلا. كي دايرين خواتاتي؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير كاملين. اش كتعاودوا؟ الامور على خير، نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم الجمعه، بغيت نحضر الكسكسو، وقلت غادي نوريكم الطريقه ديالي. واحد الطريقه سهله سهله ديال الكسكسو بلا كسكاس. كيوجد فرماشة العين، كتسناو غير الخضره طيب، وما الكسكسو راه كيطيب يعني ما كملش 10 دقائق كيطيب الكسكسو. هنا كيف ما كتشوفوا البنات، عندي هاد الخيطات، ولا اللي موفر عندكم ديروه. عندي هاد الخيطات ديال الدجاج اللي باش يعطيونا البنه وصافي. عندي هنايا انا كنت سحب لي عندي المخقز، عام لقيت المخقز ما بقاليش، درت هاد السوسيس هذا. عندي هنايا الصدر ديال الدجاج، غنديروه هكا بغوشات ان شاء الله، راه مشرمل ودايره له البصله. عندي هنايا خيزو، عندي هنا القرعه. داك النهار قلت لكم ملي نحيد القرعه الجرده غنوريها لكم، انا حيدتها. عندي هنا الفلفله، عندي هنايا اللفت، عندي غير لفته وحده غير ليا، الزوج ديالي ما كياكلوش، والمكور حتى هو ما كياكلوش، درتو غير ليا. وعندي هنايا بصله صغيره حمراء، وبصله هنايا بيضه، وعندي هنايا حزمه ديال المعدنوس وصافي. ودوزوا معايا الطريقه التحضير ان شاء الله. البنات درت شويه زيت بلديه، ندير شويه زيت الروميه، وغادي المهم الزيت كتبقى على حسب الكميه ديال كل واحد، وعلى حسب اللي كتبغيو، اللي كيبغي الزيت بزاف اللي ما كيبغيهاش ما كنديرش كميه كثيره. صافي، غادي نشحر هاد الفتات ديالنا ديال الدجاج، وغادي نزيد عليهم الزيت. البنات تحرك ليا، زيد عليها ديك البصله بسم الله، باش كذا تحرك ليا، زيد عليها من الزيت، نخلي معاك الزيت تحرك، كي تحرك مزيان عاد كندير لهم عطريه، ما نديرهاش كاع، حيت العطريه ما تحركش. في هاد الاثناء البنات انا غادي ندوز نفزق الكسكسو، ندير معلقه ديال الملحه هكا بسم الله، نزيد شي شويه، نص معلقه تما على حسب الذوق. غنزيد شويه ديال الزويته بشويه، وغادي نخوي المطايب بسم الله، غادي نخوي المطايب هكا في الخلطه حتى نغطي الكسكسو. صافي، وغنخليه يشرب. البنات صافي، شتو راه شرب هذاك الماء، شتو كيجي مطلوق ما معجن ما والو، بداك الزويته هو شرب داك الماء كامل، ها نتوما كيجي بحال مفور هذاك التفويره الاولى، ها نتوما كيبان لكم ما معجن ما والو، ها نتوما. البنات هو الدجاج ديالنا تشحر، غادي نزيد له شويه ديال بسم الله الملحه وخاطر الدجاج، انا كنت غاسله بالملحه والحامض، ما نزيدش بزاف، شويه ديال سكينجبير، بغيتي ديروه في شي زليفه وتخلطو. انا من بعد ملي فتحت الكاميرا نزيد شويه باش ما تنضرش يدخل ليا، وشويه ديال الخرقوم، شويه ديال الخرقوم، وشويه ديال البزار. العطريه ديال الكسكسو عاديه اللي كديروه في الكسكسو ديروه، العطريه كتبقى اختياريه. ما كنبغيش نحط هاد العطريه مع في الاول، حتى الاخر حتى كنحفر الحم والبصله هاديك تاع كنزيد العطريه. ودابا غندير الماء، دابا غنحطو في الجنب. ديرو القياس ديالكم د الماء على حسب الخضره اللي دايرين والافراد العائله ديالكم، غنخليهم يطيبو ونرجعو ملي نبغيو نحطو الخضره ان شاء الله. دابا بعدا ما درت الماء، سمحوا لي، غندير هذاك الربيطه ديال المعدنوس باش طلقنا النسمه. البنات بعد ما غلات المريقه ديالنا غادي ندير الخضره، الخضره اللي كطيب
اللي كتعقل شويه في الطياب بحال الخيزو بحال اللفت. انا غنديرهم يطيبو وصافي، راكم عارفين الخضره اللي كيبغي شي خضره يديرها. ما كتعجبني النسمه ديال اللفت في الكسكسو. بنات هنايا الخضره راه طابت نص طيبه، هذاك اللفت والخيزو. غادي نزيد الخضره الاخرى نكور على حسب الكميه ديال العائله. حنا راه غير بجوج بينا، داكشي اللي درت غير هاد الكيله هي ندير الفلفله هي. انا كنت كندير حتى البطاطا، ولكن بوستي دابا ما غاديش تاكل الكسكسو، خفت تلمشي يشرك ليها مع دايره العمليه هكا ديالها، خفت تلمشي تاكلو يضرها داكشي ما نعطيهاش. ما غاديش ناخذ لي ريسك ونعطيها من احسن بلاش، يعني هادشي اللي هي عزيز عليها، ولكن ما غاديش نعطيها الكسكسو نهائيا. عندك هاي لاصوص وصافي، غير لاصوص وتاكل. يعني صافي هنا البنات انا درت هذاك الصدر ديال الدجاج كما قلت لكم، كنت مشرمله زدت له شويه ديال البصله، وهنا درت هكا الكريم ديالنا يسخن وغنديرهم ان شاء الله يطيبوا. غنديرهم في البرانش ديالنا نديرهم يطيبوا، وغندير حتى هاد السوسي. هادشي كله اختياري يا البنات، ندير هاي ولا ما كيبغيش ما نديروش. انا كنت غندير المكياس، وملي كنت راجلي وما بقاش انا كنت غندير المكياس، قلت له راه ما بقاش، قال لي قلت له بقى غير الصوصيص، قال لي ايوا ديري هنا، قال لي ديري حتى هو. قلت حتى هاد الصيره تقدمها كتبقى مشرمله كتجي زوينه، كاين هكا واحد ولد عمي باش كتبقى داك البصله اللي كنشرملو بها البروشيت كيديرها في الخبز وكياكلها كتعجبو، كتجي لذيذه سبحان الله. انا البحش ديالي كندير معاه شويه ديال البصله الطروفه وديال الفلفله والقرعه، وهذا اللي كنت غنديرو مع الكسكسو داكشي باش ما داكلهم خليهم غير هكا. دابا حنا غنشوفو بسم الله الكسكسو، نقلبو البحش ديالنا حتى دغيا كيطيبو ان شاء الله. فرق يطيب من الفوق للتحت، بعد مرات شوية فرق يطيب أكثر من الفوق. البنات هو طاب دابا، الخضيرة ديالنا طابت. أنا هنايا درت شوية مطيشة حكيتها كتسواتا مع هاد الكسكسو مطيشة، ودرت لها شوية ديال سكنجبير شوية ديال البزار شوية ديال الملحة ود الخرقوم شويه ديال الزيت بلديه. غادي نحركها نخدمها وغادي ناخويها فوق فوق الخضره ديالنا اللي كطيب. صافي غنخوي شويه هكا، البنات هي دابا داك المطيشه اللي درت ها هي غلات دابا. وي مثلا راني درت هكا هذوك الفخيدات الدجاج يتحمروا كما قلت لكم، راجلي ما كيبغيش ياكلهم، ما كيبغيش ياكلهم ليه هكا بويض، طيبيني في المرقه خصو ضروري يكونوا محمرين راهم كيطيبوا. وانا هاد المريقه ديالنا راها ولات خاتره، داك مطيشه طابت. ايوا صافي، ها هو الكسكسو ديالنا اللي كنت فزكت معاكم قبيله شتو، كيولي حبه حبه ماشي كيتعجن، واخا كنخوي عليه المطايب مع درنا له الزيت وشويه د المليحه وصافي. هاد البروشيت والسوسيس اللي كنت درت في هذاك الكغيل، الكغيل ما عرفتش وقع له شي مشكل، الصوت اللي حتى الضو، وقلت حتى نشوف يمكن شي بريز، ما عرفت ما عرفتوش انا عندي جديد، ما عرفت علاش دار لي هذا الشيء، ما بغاش يخدم لي طيبو. من بعد حتى طابو عاد وقف، دابا غير كنسخنهم، كانوا طابو غير كنسخنهم. ايوا صافي، وغندوزو نديرو الطريقه ان شاء الله ديال الكسكسو. الطريقه ديال الكسكسو بلا كسكاس ساهله وكيجي لذيذ رائع رائع. هنا البنات هذا درت هذه الكسرونه هذه، غنهز شويه ديال المرقه ديال البلو وغنديرهم فيها هكا، ديروا كميه لا باس بها، يعني ما غاديش نخليو البلو هنا قليل شويه وصافي، اللي كيبغي هذا في هذه الخضيره غنهزو تقريبا هذاك البلو كامل ونحطوه في الكسرونه. انا غنهزو حيت ما كاينش بزاف
هنهزو ونولي معاكم. مثلا دابا درت هاد البلول هادي هانتوما، ملي بقى لي بقات غير الخضره شويه د المرقه، اللي بغى يزيد المرقه وصافي، ما هي ما كان غاديش نزيدو. شوفي دابا غادي نهز، بسم الله، غنهز الكسكسو وغنديرو مباشره. هي كيجيني الميساجات. غادي نهز هاد الكسكسو ونديرو هنايا في هاد الكاسرون داك البلول، الكسكسو القياس ديالنا اللي غادي ناكلو، وغادي نبقى نقلبو بحال هكا حتى كيشرب هذاك. والعافيه شاعله، عافيه شاعله، ولكن ناقصينها قليله. غنبقى نقلب نقلب حتى كيشرب هذاك المريقه ديالنا كامله، وكيزيد يتنفخ وصافي، وكيشرب داك البلول البلول، وكيجي لذيذ لذيذ لذيذ، كيجي رائع. وما تنساوش ديروا له مطيشه، واحد الحبه ديال المطيشه، عرفتوا كيجي اكثر من رائعه. البنات البنات دابا هنا غادي نسقي، نقرب لكم الكاميرا شويه، غادي نخوي، بسم الله، نخوي شويه. هانتوما ديروا المهم على حسب القياس نتوما ديالكم، حنايا غير جوج. هانتوما ما كيتعجل ما والو، راه بحال كتاكلوا شنو سميتها الباط، بحال كلشي، عرفتوا كيجي رائع رائع ولذيذ. كتجي داك المريقه شاربها مزيان، عرفتو كيجي اكثر من رائع، كيجي لذيذ. انا نقاد الطبيصل ونولي نرجع باش نديرو الخضره. البنات ثاني دابا كندير الخضيره، نهز شويه بشويه، غير شويه ديال الخضيره، شويه من الحاجه وصافي. الكسكسو راه فيه البلول، كنهز غير داك الخضره ناشفه. واللي كيبغي يسقى اكثر، يعني اللي كيبغي يمسقي اكثر من هذا الشيء، يخلي شويه ديال البلول هنايا ويزيدو هكا من الفوق. صافي، انا ما نكثرش الخضره بزاف، ندير شي لفيته. انا كما قلت لكم هذا الكور كيعجبني ولفت غير ليا، الزوج ديالي ما درتوش، خلي له هذه الجهه هذه. ها صافي، هانتوما هي الخضيره اللي بقات، نحطها على جنب. هذا هو التريسل ديالنا، ها هو. دابا انا غادي ندير هاد البروشيت هادو، نتوما كتقدموهم كيف ما بغيتو. انا نحطهم هكا، بغيتو تقدموهم في الطبيصل، انا فضلت نقدمهم هكا. هي كنصور كنصور بيد، وكنسقي بيد قبل هي. انا غنقاد البنات ونرجع معكم، لحقاش ما لقيتش كي ندير نصور بيد وحده. البنات بالنسبه لهذا البوافغو، هذا ميني بوافغو، تيكون عامر بالفرماج الفخي. هذا عزيز عليا حيت كيجي شويه حار، فيه الحر شويه. انا حيت كنشري كناكلها كلها بوحدي، حيت ما فيهاش نيت بزاف، ولكن حيت داك الحروريه مع الفرماج كيجي كيتواتي، كيعطي واحد المذاق غزال. والبنات هذا هو الطبق ديالي انا ديال الكسكس، ساهل الكسكس بلا كسكاس. كنتمنى ينال اعجابكم. وفي العوض البنات هاد السوسيس ديروا المغكيز، كيجي زوين معاه وصافي. هذاك الفخيطات ديال الدجاج كيجيو محمرين، كيجيو ولدات حتى هما، كيعطوا لنا البنه المريقه، وديك المريقه اللي كنديروا فيها الكسكسو يطيب. وطبيعه الحال الكسكسو كنت سقيته بالماء سخون، الماء طايب مع مليحه وشويه ديال الزيت. صافي يا البنات، هذا هو الطبق ديالي، كنتمنى ينال اعجابكم، وتخليوا لي الراي ديالكم في الكومونتير، وما تنساونيش من لايك واشتراك باش تعم الفائده، وما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاهل ديالكم والاحباب والاصحاب. وكنشكركم كاملين جزيل الشكر، وكنقول لكم بالصحة والراحة، ونتلاقاو في شي فيديو آخر. مع السلامة.